أحداث عنف دموية تلك التي عاشتها العاصمة الفنزويلية كاراكاس خلال الساعات 24 الماضية، أحداث أدت إلى مقتل 5 متظاهرين أثناء الاشتباكات العنيفة التي عرفتها مختلف الشوارع والساحات بين آلاف المحتجين وعناصر الشرطة. ويأتي هذا التصعيد قبل أيام قليلة من الانتخابات التي دعا إليها الرئيس نيكولاس مادورو لانتخاب مجلس تأسيسي سوف يقوم بصياغة دستور جديد للبلاد، الأمر الذي ترفضه المعارضة الفنزويلية بقوة، حيث دعت قياداتها مرة أخرى الفنزويليين إلى مواصلة التظاهر للضغط على السلطات حتى تتخلى عن هذا الموعد الانتخابي. نحن نمثل الأغلبية والمجتمع الدولي يدعمنا ونحن على حق ولن نستسلم، لذلك نحن نؤكد للشعب الفنزويلي أننا سننتصر، ونحن ندعو للتظاهر غدا رغم تهديدات وزير الداخلية. سوف نملأ شوارع كاراكاس وفنزويلا بأكملها لنؤكد أننا لن ننحني وأننا سنواصل القتال. في هذه الأثناء أكد وزير الدفاع الفنزويلي أن الجيش سوف يقوم بحماية العملية الانتخابية يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن الاحتجاجات التي تقودها المعارضة غير شرعية وتعتبر تجاوزا واضحا للقانون حسب تعبيره. جميع مكونات الحكومة عليها التعاون مع المجلس الانتخابي حتى تكون عملية الاقتراع حرة وحتى يصبح الدستور الجديد حقيقة يوم الأحد المقبل، والقوات المسلحة سوف تعمل في هذا الإطار. في المقابل اقترح مادورو إجراء حوار مع المعارضة قبل انتخابات الجمعية التأسيسية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه سيسير حتى النهاية في مشروعه لتعديل الدستور. كما دعا مادورو أمام المئات من أنصاره في كاراكاس المعارضة إلى التخلي عن ما وصفه بطريق العصيان والعنف. أقترح على المعارضة الفنزويلية التخلي عن طريق العصيان خلال الساعات القادمة، وذلك قبل موعد انتخابات الجمعية التأسيسية، حتى نتفاوض ونتوصل إلى اتفاق وطني للمصالحة. جميع المعطيات تشير إلى أن الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تعيشها فنزويلا لن تعرف انفراجاً في القريب العاجل، وذلك بسبب تشبث المعارضة بعزل مادورو والتراجع عن جميع القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها وإصرار الأخير على المضي قدماً في التعديلات التي ينوي القيام بها.